معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش راعي الحفل، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، مساء الخير. مساء أبو ظبي المشعة والمنفتحة على العلم والعالم والحداثة. 12 عاماً، 12 فصلاً، 12 دورة، 12 عاصمة تختصر باثنتي عشر مغامرة. وكيف لا ونحن نعيش في عالم تضربه الأنواء وتشعل شوارعه الثورات وتحركه نوازع التسلط وترعبه الظلامية وتهدده الأهواء النووية. 12 عاماً على الأقل ونحن نتنقل في جهات العالم الأربعة بحثاً عن ماذا؟ بحثاً عن مفهوم آخر لوطن لا حدود تحده. وجدته في كل جملة سطرها مبدع ووصل صداها إلى آخر الأرض. أبحث عن وطن قادته غير شكل، ووجدته فيما صنعه قادة رواد في مجال الأعمال والابتكار في بيئتهم ومجتمعهم. أبحث عن وطن حر، ووجدته في خصل شعر انتصرت لمهسا أميني. أبحث عن وطن المستقبل، ووجدته في عيون شباب صنعت حناجرهم فرقاً في مجتمعاتهم. أبحث عن وطن ينجب علماء ومثقفين ويقدرهم. أبحث عن وطن الإنسان والحب. أبحث عن وطن لا يشتهي فيه طفل رغيفاً ولا يكون هدفه حذاءً جديداً بل باقت أقلام وشقعت كتب. سافرت في الكتب والمدائن، أبحرت في المعرفة لأعود وأقف هنا وأقول أن وطني هو بعض من أحلامكم. وطني هو عواصم تصنع الفرح والدهشة وتسابق الزمن. وطني أغنية، وطني قصيدة كتبها محمود درويش على إيقاعات وجعه الجميل. وطني ليس حزمة من حكايا، ليس ذكرى وليس قصة أو نشيداً، ليس ضوءاً على سوالف فلة. وطني غضبة الغريب على الحزن وطفل يريد عيداً وقبلة ورياح ضاقت بحجرة سجن وعجوز يبكي بنيه وحقله. هذه الأرض جلد عظمي وقلبي فوق أعشابها يطير كنحلة. علقوني على جدائل النخلة واشنقوني فلن أخون النخلة. من وطن الشعراء جئنا إليكم حالمين بوطن وسع الكون، وهذه نبذة عن أحلامنا وأحلام رواد، نبذة عن مشروع ومنجزات ومؤسسة عابرة للمسافات. وها قد بلغ التكريم عامها 12 ورقم 12 في علم الأرقام، رمز السلام والوئام والسلام في ثقافة تكريم. كما الحرب له جيوش وحشود وخطط ونبض، ونبض تكريم الدائم الضغط في اتجاه احتضان التفوق العربي هو عنصر الشباب العربي في كل مكان وأوان. نعم، تكريم نجحت في عقد وعامين في إرساء معادلة معا نحو القمم. نعم، نجحت تكريم في كسر نمطية المبادرات التقليدية الكلاسيكية لتتحول إلى لوبي عربي امتداده كل الكون، فتمددت من العواصم العربية إلى أوروبا إلى أمريكا، وولدت من رحم تكريم أمريكا، وانضوى تحت لوائها منتدى تاك مايندز. كل ذلك في زمن أسود تا
تبعثرت فيه أحلام الشباب العربي، وبات بحاجة ماسة إلى كتف يتكئ عليها في عالم مشحون بالحروب والنظريات القاتمة. أكثر من 100 قصة نجاح عربية، مئات المشاركات من 25 دولة، مئات الطاقات المؤمنة بالتغيير طاردت أحلامها وآمنت أن الفرص لا تحدث وحدها، الفرص تصنع. كل هؤلاء أصبحوا عالم تكريم ورحابها ومداها. أثبت التكريم أن الاحتفاء بالتفوق العربي ليس إلا بداية، كما الإزميل الذي يحفر في الصخر له بداية، والعبرة تستمر في الإنجاز، والصخر الذي يكسر الظهر أحياناً قادر أن يتحول إلى برج تحت أقدام من يمشي بحذر بين الألغام وينجز. نجح التكريم حيث أخفقت مدارات عربية شتى. هي نجحت في تمتين العلاقات بين أناس عرب في كل العالم، وشد العصب العربي في كل مكان. وكيف لا؟ وهي التي حطمت ذاك الشعور الحارق الذي اكتسى لوقت لبرهة اعتقاد بعض العرب بعدم الانتماء لشيء. نجح التكريم في تعزيز ذاك الحنين، حنين الطيور إلى أوكارها، لدى كل عربي قرر الانخراط في أبعادها. وها هي تكريم اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إمارة أبوظبي بالتحديد، في اتحاد لم يتخاذل يوماً، مع مواهب ومع إنجازات. رحلة تكريم لم تكن سهلة، وحين قررت أن تبدأ الرحلة التي تأخذها من نفسها إلى نفسها مستمدة من طاقتها طاقات، انقشعت الرؤية وعبرت الطريق، وذلك بالشراكة مع حلفاء وثقوا وآمنوا بأهدافها، وهم تكييف صديق القابلة، LPME، دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ورعاة ساهموا الليلة في صناعة الحدث، وهم جنرال إلكتريك، إيس جالاجر، السلام العالمية، المجمع الثقافي، GET جروب، ميزون سميرة معتوب. المواهب العظيمة تصنع الأعمال العظيمة، والأعمال العظيمة تستحق تكريماً عظيماً. وتكريم تتعهد من جديد ألا تستريح. هي الثابتة بتبدل الأزمنة والأمكنة، هي المتألقة في حضورها وسيدة المناسبة، هي سفيرتنا الدائمة وأوراق اعتمادها تتجدد كل سنة، كما تتجدد الفصول وأوراق الورد ورياش الطيور الملونة. ليلى الشيخلي، لك المسرح ولك الحب أكثر من الحب بكثير. شكراً ريكاردو. صدقني الحلم واحد والهم واحد صديقي العزيز، وأعتقد أنني أتكلم بلسانكم جميعاً عندما أقول أننا هنا الليلة لأننا نؤمن بأن الأحلام تتحقق. كيف لا ونحن قوم منا وفينا أبو الطيب الذي أخبرنا أن العزائم تأتي على قدر أهلها،
وأن المكارم تأتي على قدر الكرام، ونحن هنا في ضيافة دار الكرام، دار زايد. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام، أهلا بكم. لا تحدق في الطريق، اسلكه. هذا هو كلام الفيلسوف البرتغالي فرناندو بيسوا. يخبرنا بيسوا أننا كبشر وإن خلقنا في كبد حياة فإنها تستمر، ولا تستمر إلا بالأمل، ولا يعمرها غير العمل والإنجاز وقهر الإخفاق. نعم، في وسط كل ظلام ستطل بعض النفوس مثل شعاع الشمس، تبعث الدفء، تبعث النور. نفوس كبيرة صنعتها التضحيات والإقدام والعزيمة. أسماء بعضها رنان وبعضها عظيم في صمت، تضع بصمتها وتمشي. ولأن التكريم للأحياء فعل عظيم يحفز العطاء ويمنح الأجيال قدوة، وهي تدفع بعضها بعضاً كما سنن الله في خلقته، نكرم اليوم مبدعين عرباً ونفرح. نعم نفرح ونحاول، ونحن نعلم ونرى كم تضيق الحياة على أهلها من حولنا، حتى تصبح لبعضنا بحجم رغيف حبس، بحجم جدران بيت، أو حتى مركب موت يبحث عن حياة، أي حياة. نعم ريكاردو، احلم ونحلم معك، نحلم معك وفي قلوبنا وعقولنا يقين في جيد سيطرد الرديء، في جمال يطغى على القبح، في إبداع يفرض نفسه ويسود. أهلا بكم جميعا، أهلا بكم إلى تكريم. شكرا على وجودكم معنا. إذن نبدأ حفل تكريم 12 بجائزة المبادرين الشباب، وأدعو الآن إلى المسرح سيدة الأعمال آمنة الغانم والسيد فارس عقاد للكشف عن هوية الفائز الأول. التفوق لا حدود له، وإذا لم نجد للنجاح طريقاً علينا أن نشقه. هذا ما تعلمته من تتبعي لقصص النجاحات المذهلة التي لطالما سطرها متفوقون حول العالم عبر العصور وفي أكثر من مجال، حتى باتوا مثلاً يحتذي لكل شخص طموح. واليوم في عصر التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي التي باتت منصات للأعمال والتسوق وزالت تنطبق على هذه المقولة، ولا بل وأكثر، لقد فتحت هذه التكنولوجيا الحدود للجميع والكثير من الشباب العرب. وكم يسرني أن تكون أولى جوائز المبادرين الشباب من نصيب رجل أعمال بادر وأسس وسابر ولم يأل جهداً إلى أن نجح. نتعرف سوياً على هذا الشاب السعودي من خلال هذا التقرير. الحياة حولنا مليانة بالمشاكل، دور على المشكلة في قطاع كبير، ابدأ أوجد حلول. مبروك عليك، صرت رائد أعمال. الهندسة أعطتني مفهوم وخبرة مختلفة في الحياة، لكن كنت دائماً أتطلع للنمو وبناء مشروع ممكن يغير في قطاع الأعمال. ووصلنا لفكرة فودكس في وقتها لما حسينا إنه في احتياج للتغيير في قطاع المطاعم.
مهما عملت في مطعمك السيستم هيشيلك. في البداية كان ودنا نقدم شيء جديد للسوق وحلول جديدة، ما فكرنا في العواقب، كان هدفنا إن نبدأ نستكشف هذا الطريق، والحمد لله قدرنا نغير في القطاع ولمسنا الاحتياج الحقيقي. أنا مؤمن إن عندنا أفضل فريق في المنطقة، ودائما أذكر لهم إنهم هم السبب الأساسي في نمو هذا الكيان العظيم. عشان تبدأ في مشروع معين قيمة الاستثمار مو مهمة، الأهم إنه يكون عندك فكرة ممتازة لحل مشكلة موجودة في السوق. حنا نحط احتياجات القطاع أولا، وبناء عليها نفكر في كيفية تأثير منتجاتنا على أصحاب المطاعم، وكيف تأثير على تجربة العملاء في النهاية، وهذا أساس النجاح لأي مشروع. لو طلب مني أستثمر في قطاعات أخرى، مثلاً قطاع البلوكتشين، الهيلثتك، صراحة هذول الثلاث قطاعات القريبة لي واللي مهتم فيها بشكل جدا، لأن مؤمن لها فرص كبيرة جدا لحل مشاكل كبيرة مستقبلية قادمة. الفائز بجائزة مبادرين الشباب في هذه الدورة أحمد الزيني، مثل ومثال لكل الشباب العرب الطامحين لتحقيق النجاح في مجالات اختصاصهم، وسيكون شقيقه خالد معنا، وهو يشغل موقع مستشار الأول مكتب رئيس التنفيذي وعضو لجنة الالتزام والمخاطرة، فليتفضل. الله يعطيكم العافية جميعاً، ونحن كسعوديين فخورين جداً بأننا نضع بصمات كبيرة في العالم العربي وفي الشرق الأوسط وفي العالم. أنا شخصياً فخور جداً بأني اليوم في أبوظبي، هذه بلدنا الثانية، وأشكر جميع القائمين والقيادة على تحفيز رواد الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط أن تجمعنا في هذه الأرض التي نفتخر فيها جميعاً. شكراً لكم جميعاً، وفودكس إن شاء الله تكون معياراً لنا جميعاً كعرب في الشرق الأوسط وفي العالم، ونحن شركة وضعنا بصماتنا الآن في أكثر من 20 دولة، ولله الحمد تميزنا بالتكنولوجيا وبالفنتك، وهو المجالين اللي يتواءف الآن مع جميع التطورات العالمية. بهذا حبيت أن أشكركم وتحية لكم جميعاً على جهودكم ووجودكم معنا اليوم. ونحن نشكرك ونحييك وألف مبروك. الآن إلى الجائزة الثانية المخصصة للإبداع في مجال التعليم، واسمحوا لي فقط أن أذكر بجواب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عندما سئلت عن سر اهتمام دولتها بالتعليم والتربية، فأجابت بكل بساطة: لأن تكلفة الجهل عالية. خارج منظومة الدولة ثمت منظمات وأفراد، ومنهم من ستحصل هذه الدورة على جائزة الإبداع في مجال التعليم. كل التفاصيل هي مع الدكتورة زينب ميرزا ورجل الأعمال وسام مكحل، فليتفضلا. مساء الخير. كل شيء قابل للنقد إلا الأرقام. 69 مليون إنسان فوق 15 هم أميون،
رقم مخيف دون أدنى شك. هذا هو الجانب السلبي للتعليم، لكن من النقاط الإيجابية أن التعليم تطور وتحدثت أساليبه، فتحية لكل فرد وجمعية ساهم في رفع مستوى الطلاب وتوفير الفرص لهم ليتمكنوا من تحقيق ذواتهم. لعل أفضل معادلة هي تلك التي أطلقتها صاحبة الجائزة: تطوع ثم تربية والنتيجة تمكين. فلنتعرف إليها في هذا التقرير. العلم هو سلاح، وسلاح إيجابي، لأنه بعتبر أن المجتمع معرفي والمعرفة قوة. لما قدمنا بروفي أول سنة بالمنهج اللبناني، أنا كنت عم أعلم بالآي سي، نجحوا كل تلاميذي، ومقابلنا كان في مدرسة رسمية كان فيها 17 تلميذ سقطوا كلهم. طلبت من الإدارة إذا ممكن أني أتبنى هالتلميذ السنة بعدها ونعلمهم دروس دعم بالرياضيات واللغة الأجنبية والعلوم. بآخر السنة 2001 نجحوا 17 تلميذ. بالمدى البعيد هو خلق روح التطوع اللي خلقناها عند المتطوع من الجامعات الخاصة اللي نحن متعاملين معها، ومن كمان التلميذ نفسه اللي عم بيتلقى الدعم، اللي هو بس تخرج قال أنا بدي أرجع أتطوع وأعطي فرصة للتلاميذ المدرسة الرسمية مثل ما أعطاني الفرصة. ونحن بصدد هلأ أنه نعمل مجموعة من النشاطات التعليمية تقدر تعطي خيار مهني للتلميذ. إذا ما بده يكفي أكاديمياً بيقدر مهنياً يكفي. أنا ما بقدر بتخيلها دون عطاء أبداً، لأنه هي الحافز لإلي أن أعيش. إذا حداً بحب يذكرني بعدين بعد عمر طويل يقول غادة كانت إنسانة حية. مساء الخير. مساء من صنعوا من علمهم الإبداعات المتميزة. وليت الإبداع في التعليم في وطني لبنان ينسحب إبداعاً على المستوى السياسي المأزوم، وقد شهدنا فصولاً متوالية من التقهقر ولا نزال. وليت المبادرات تتكثف لسد الفجوات التربوية والاجتماعية كتلك التي تقوم بها فالفائزة بجائزة الإبداع في التعليم الأستاذة غادة فغالي. مساء الخير. وأنا بدي أشكر كثير مؤسسة تكريم للفتة الكريمة يلي ضوت على 50 سنة من عملي كمربية ومعلمة. أنا ما اشتغلت لحالي، بس أنا اشتغلت مع أفراد بيؤمنوا بذات القيم الاجتماعية والتربوية، وهيك أسسنا ممكن. سميناها ممكن لأنه ما في شيء مستحيل إذا اشتغلنا مع بعض وتعاوننا مع بعض، كان هيدا إيماننا. من خلال هالمؤسسة وهالجمعية قدرنا ندعم تقريباً حوالي 15,000 طالب، وإن شاء الله بيصيروا 20,000 السنة هايدي. قدرنا نستقطب كمان حوالي 3,000 متطوع من الجامعات المتميزة ببلادنا، وهيك قدرنا نجحنا بدعم طلاب المدرسة الرسمية يلي هن عم بيتسربوا سنة بعد سنة. كان أملي أني أوصل لكل طالب معكم أنتم بجهودكم وبدعمكم لإلنا، أنه نوصل لكل طالب وأنه نقنعه ما يتسرب من المدرسة وأنه نعطيه مستقبل أفضل. هالجمعية
ما نجحت غير بمشاركة الكل، مشاركة الآخر، مؤسسة الفنار يلي بدي أشكرها، صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، برنامج تبادل، ومؤسسات تانية ساهمت معنا. متطوعين اجوا من الجامعات المميزة، من الجامعة الأمريكية، من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وقدرنا نستقطبهم أنه يتطوعوا لسنة كاملة ويعلموا بالمدارس الرسمية تينجحوا طلابنا. لأنه بالنجاح نحن منآمن أنه النجاح ممكن إذا اشتغلنا سوا. إيماني بعدني بقول من جديد أنه أوصل لكل طالب ببلدنا وخليه يتعلم، نقهر الجهل ونرفع مستوى بلادنا معا ممكن. وشكرا لكم. ألف شكر سيدة فغالي، وألف مبروك لك ولي ممكن. شكرا جزيلا. ننتقل الآن إلى جائزة المساهمة الدولية في المجتمع العربي، وأدعو السيد رامز شحادة والصحفية الأمريكية أروى ديمن لتقديم الفائز أو الفائزة بالجائزة. تفضل. There's a French proverb that says, giving without a promise is better than a promise without fulfillment. While many have given freely, what of giving wrapped in a promise from a heart full of love and goodness? Former Uruguayan President José Mujica, who believed in the importance of investing in education for the development of his people, chose to live in a modest country house, leaving the presidential palace to host official meetings, and allocated palace wings in Montevideo to house the homeless. Perhaps it is this rare human quality of giving without expectation of return and helping the other, even if he is at the ends of the earth, that defines kindness, and only then is one truly living. I'll not be long and will leave you to get well acquainted with a noble institution that has played an instrumental role in the lives of Arab students. I was born to a Palestinian mother and an American father, and I was raised in the traditions and the culture of Palestinians. And I think that this had a great influence on myself and an understanding of who our younger generation are coming from Palestine. We now have 120 students in our community. And we've been able to successfully find existing scholarships at universities around the world. We've collected close to $11 million worth of free education. All the students work with me as volunteers. So we are very aware of the livelihoods, the challenges, and this is how we really are able to support them as best as can be supported, because we're aware of the backgrounds of these young people and their life circumstances. Our students have very high success rate and achievement rate, moving on from one level of education to the next. Once they graduate, and after they've helped support their siblings and their families, that they start to contribute so that we can educate more young Palestinians. We help Palestinian students find employment at the end of their education by using our extensive network. It's our hope that our students contribute to society back home after they've completed their education and established themselves professionally. Our message to Palestinian youth is that you really can transform your future prospects through education. Thank you. Thank you. Shukran. Thank you. Thank you.
It is the shoulder on which to lean and the open arms that embrace immigrant students. The International Contribution Award to Arab Society goes to Leonard Educational Organization, and receiving the award is Mrs. Liat Dresner, the founder and executive director of the organization. Gentlemen, and as I'm tackable in Greasy. Okay. It's a tremendous honor to be receiving this award today on behalf of Leonard Education Organization, LEO. And I want to sincerely thank the Takrim Foundation. My deepest gratitude also goes to my father, Dr. Graham Leonard, who inspired me. My husband, Dr. Bradich, who supports me. The LEO students who work alongside me, our board members, our host families, mentors, alumni, volunteers, generous universities, and organizational partners who've become part of our growing community. Ours is a success story in these times when good news is scarce. LEO is not about us. It is about the students themselves and their successes. I would like to share with you a brief story. It's about a boy born in the slums of Burj Barajni refugee camp in Beirut, a third generation Palestinian who came to us for a better future through an educational opportunity. And he had the unique qualities we look for. After receiving his undergraduate degree in chemical engineering and master's in science of management from Lehigh University, Wael was capable of securing a job and returned to the Middle East and returned home to work. Within a few months, he was able to move his family from the miserable conditions of the camp, and they now live in a new four-bedroom home, elevating their well-being. Today, he's giving back by educating his younger brother in Lebanon and is a full-time volunteer at LEO, supporting the education of our younger students. This success story is an example of the multiplier effect. We are also proud of our doctors, nurses, IT specialists, engineers, university professors, with stories just as compelling. Thank you, Takrim, for giving them all a moment to shine this evening. And I want to close by inviting you to stay engaged with LEO and becoming a part of our growing community by supporting the work that we do and expanding our opportunities to provide these promising young leaders. Let me leave you with a quote by Malcolm X. Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today. Thank you. A beautiful quote, Mrs. Dresden. Thank you so much. إذا أحيي كل منظمة وكل مؤسسة دولية تحتضن وتوجه شبابنا تمد لهم يد العون. مبروك للاند إدوكيشن أورجانيزيشن الممثلة بمؤسساتها ومديرتها التنفيذية سيدة ضياء دريسدن وشباب وشابات فلسطين الذين يستحقون كل دعم. الآن سأترككم مع محط فنية وأغنية Lean on Me. Tomorrow.
إذن وصلنا الآن إلى جائزة الخدمات الإنسانية والمدنية الأولى، وهي حسب معلوماتي إما جمعية ليست فرداً، وسأدعو مريم فرج وألكسندر نعمة ليقدما الجهة الفائزة. مساء الخير. بالفم الملآن وبصوت عال أشكر أخي ريكاردو لدعوتي. أجول بعيني وأرى حماسة في وجوهكم، وبعد قليل سأسمع تصفيقكم لجمعية التي سنكرمها. حواس الخمسة مجتمعة ولا تكفي التعبير عن تقديري للجمعية الذي أسهمت في التعويض عمن فقد حاسة أو أكثر وإدماجها في بيئة طبيعية. معا نتابع هذا التقرير. في العام 1991 بدأ تدريب الفرق على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وخصوصا أنه لم يكن هناك أي محاولة للتعامل مع هذه الفئة. اليوم بدأنا نؤسس لمنصة تقدم دروس تعليمية على أحدث الوسائل والأساليب التقنية.
الخدمات تشمل التدخل المبكر والفحص السمعي والتأهيل السمعي والنطقي، ومن ثم تعليم من الروضة حتى الصف التاسع، ثم هناك التدريب المهني والتقني، منها فن الطهي ومنها الأعمال الخشبية بكل أنواعها. أنا هدى، أنا فنانة، أنا المعلمة ولاء، وبساعدهم ليوصلوا لمستقبل أجمل. كما نقوم برنامج نسميه برنامج العمل من داخل المنزل، والذي يستفيد منه مئات الأشخاص من ذوي الإعاقة وخصوصا النساء. هي أولوية أن تكون لغة الإشارة هي اللغة الثانية في مجتمعاتنا العربية. استطعنا أن ندمج أكثر من 150 طفل في المدارس العامة ولم يتم تسرب أي منهم. هذه رسالة للعالم أن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إذا توفرت لهم الظروف فإنهم يبدعون ويستطيعوا أن ينجزوا وأن ينتجوا وأن يقدموا لمجتمعاتهم الكثير الكثير. وقفت على منابر كثيرة وتحدثت بطلاقة، لكنني اليوم تمنيت ولو امتلكت نعمة التحدث بواحدة من لغات الإشارة المتعارف عليها في عالمنا العربي. لقلت لأطفال فلسطين كلمة واحدة بس: أحبكم. ويسعدني أن أسلم الجائزة، جائزة الخدمات الإنسانية الثانية لمنظمة أطفالنا السم، ويتسلمها مديره السيد نعيم كباشا، فليتفضل. الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أشكركم، يعني هذه بصراحة يعني وقفة أتشرف بها وأني أمثل هذه الجمعية، جمعية أطفالنا. وبصراحة يعني أنا من غزة، غزة البعيدة عن محيطها العربي، يعني هذا قمة النجاح لهذه الجائزة، جائزة الإبداع. فعلاً رسخت هذا الإبداع رغم بعدنا عن محيطنا العربي. التسامح الإماراتي موجود وجائزة التكريم موجودة، ولذلك نحن اليوم هنا. لم نكن نتوقع ذلك، ولذلك أنا فخور جداً أنني اليوم أقف أمامكم وأحصل على هذا التكريم لهذه الجمعية التي تقدم الكثير لمجتمعها في قطاع غزة، قطاع غزة الذي أكثر من 65% منه شباب في بطالة، و95 من ذوي الإعاقة هم يعني لا يجدون أعمال، 85% من سكانه هم تحت خط الفقر، ولذلك لابد من العمل الإنساني وترسيخ هذا العمل الإنساني. أشكركم جميعاً وأشكر مؤسسة التكريم، وأشكر طبعاً دولة الإمارات الشقيقة على استضافتها الكريمة لهذا الحفل. شكراً لكم جميعاً وبارك الله فيكم. شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً لك، وشكراً لجمعية أطفالنا الصم، ونقول لهم شكراً، وفي القلب تحية منا جميعاً لكم. الآن الشق الثاني من الجائزة، ننتظر نعرف ثاني الفائزين بجائزة الخدمات الإنسانية والمدنية. سأترك المهمة الآن للسيدة سميرة معتوق ورجل الأعمال جان ترابلسي. مساء الخير سمو الشيخ نهيان، مساء الخير رجل الإنسانية والثقافة، تمنح مؤسسة التكريم من خلال لجنتها التحكيمية جائزة الخدمات الإنسانية
لثلاث جمعيات عربية، فهيدا بيدل الحمد لله إنه بعد في خير بقلب العالم. شيء كتير عظيم إنه الإنسان يعمل خير من دون أي مقابل. خلينا نتعرف على الفيديو. اجينا حلم اجى على الكارانتينا اللي قريبة عن مستشفى الرومي اللي بيشغل فيها، ونعمل قسم يكون ريلي اكسلنسي تيم، ويقدر الفقير يتحكم مثل الغني بلا ما يفكروا شو لونه شو دينه شو طائفته. قدرنا نعمل من هالمستشفى ريفرال هوسبيتال، نأمن افضل اكويبمنتس يلي ممكن اني بيدياتريك هوسبيتال يكون عنده اياها. المستشفيات الخاصة بتقدر تستقبلهم بس بكلفات مخيفة، يعني عم تحكي بين $20,000 و $40,000، لأنه الولد بيقعد بالكوفاز بحدود الشهر. مع تكاثر اللاجئين بلبنان العدد هيدا 9,000 صار 20,000. أربعة آب 2020 المشؤوم، ما بقي حجرة على حجرة بمستشفى الكارانتينا. توتال ديستركشن، الانفجار البور طار المركز، صرت ابكي. اجت السفيرة السويسرانية مع طائم هندسي، وفي خلال 4 أشهر كان المستشفى الجديد يلي نحن قاعدين فيه هلا ماشي. مسكوت تبع اسامه وولد اسمه شربل، بنو اهله، وبالكوفيد توفت امه. كل شهر بفوت على المستشفى لياخذ دواء المناعه اللي بده ياخذه الابره. اجى حكيم من بلجيكا وقرر ياخذه بلجيكا ويحكوا كليا احسابه. بهال6 سنين اجينا 12 وليد لقينهم بالبعلب الزباله، و66 ولد بلا اوراق، وكل واحد عنده قصه. رح يكون عندنا اسم توليد، اكبر مستشفى ام وطفل بلبنان. اليونيسف سمينا كمثل لكيف لازم يكونوا اقسام الاطفال بالمستشفيات الحكوميه بالشرق الاوسط. السنة الماضية بحفل تكريم سمعت مقابلة مع الرسامي والفنانة إيتال عدنان، توقفت عن جملة رائعة قالتها: العمر هدية من السماء. وكانت أكيد بتقصد العمر المديد، ويمكن كمان بينطبق هالشي على يلي بخريف عمرهم، وكمان بنظري بينطبق هالشي على يلي عم بيفتحوا عيونهم لأول مرة ليشوفوا نور الحياة. سو هنيئاً للمواليد الجدد، وهنيئاً لأسامي Birth and Beyond، واللي رح تتسلم اليوم ممثلة بالدكتور والصديق روبير ساسي جائزة الخدمات الإنسانية والمدنية الثانية. أولاً بدي أشكر إمارة أبو دابي على استضافتنا، وبدي أشكر تكريم وخاصة ريكاردو كارم وكل الفريق تبعه يلي كرمونا. بدي أهدي هالدرع لأطفال لبنان يلي ما بيقدروا يفوتوا على المستشفى. يلي أوقات بيناموا بلا أكل بلا عشاء، يلي اوقات عايشين بالريف واحد، ويلي قدرنا هلا صرنا ملاقيين 77 ولد بلا اوراق بلا جنسيه، 13 ولد مثل ما شفتوا مسدودين بالزباله، وبنتامل انه يقدر لبنان يعطيهم المينيموم الحقوق، يعني الجنسيه ثقافه بالطب. وشكرا أجين. شكراً سيد ساسي، وأمانة
طمنا على شربل وتسلم لنا عليه اللي شفناه بالتقرير، وكل الأولاد طبعاً المحتاجين. نهنئ جمعية المساعدة للأم والطفل في لبنان، ونحيي جهود الدكتور صاصي وكل من يدعم ويؤسس جمعيات إنسانية تتحمل عبء تراجع الخدمات الطبية والاجتماعية في الأعوام الأخيرة. الآن ننتقل إلى جائزة الإبداع الثقافي. من الفائز؟ سنعرف. أدعو الناشط في ميادين الثقافة الدكتور أحمد ماطر والمستشارة الإعلامية مريم بن فهد للتفضل إلى المسرح. مساء الخير. سألت نفسي هل يمكن فصل عظمة مصر عن عبقرية عبد الوهاب وأم كلثوم وسيد درويش أسياد الموسيقى والشعر؟ ألم يصنع شعر محمود درويش ذاكرة إبداعية لفلسطين؟ ألم تتحول فيروز إلى أيقونة لبنانية عابرة للحدود؟ لا هويات وطنية من دون فنون، ولا فنون من دون موسيقى، ولا موسيقى تبقى من دون أنامل مبدعة. فلننتقل إلى مبدع من بلادنا ونتعرف عليه في هذا التقرير. العود تفضح العازف إذا كان مضطرب داخلياً نفسياً، مستوى ثقافته كله ينعكس على الصوت اللي يخرج من الآلة. مسؤولية كبيرة أن تكون ابن بلاد بين النهرين، أكثر من 8000 عام من الحضارات. كنا دائماً عندنا مبادرة ودائماً عندنا حس التجريب، وبنفس الوقت شوية من الثورة. بغداد اليوم في عدنا أكثر من 100 عازف في بيت العود قربوا يجهزوا للتخرج، وهكذا إسكندرية. على الأقل وضعنا العود في أهم مسارح العالم اللي ما كان داخلها من قبل. أنا كان عندي حلم آخر أني أزرع في كل بيت عربي عازف عود فنان، حتى أطرد الظلام والعنصرية والتطرف. أحياناً يسألوني لماذا لا تعبر عن هذا الشعب وهو يظلم حالياً؟ تكون المسألة داخلة فيها السياسة، تحتاج وقت تبعد شوية عن الحدث حتى ما تصبح الموسيقى مباشرة وما تصبح شعار. أنا أنتصر للإنسانية، فلذلك آمنا بدور الموسيقى في بناء مجتمع حقيقي متكامل ورصين ومتوازن نفسياً. بل من بنى في مدن عربية بيوت للعود، له في قلوبنا منازل، وله تقدير الذواقة، وله جائزة الإبداع الثقافي في هذه الدورة الدكتور والأستاذ والمؤلف الموسيقي العازف العراقي نصير شمة، فليتفضل. الخير ومساء الحب والإبداع والسلام والسعادة. يشرفني جدا أن أكون ضمن هذه الأسماء العالية اللي قدمت للإنسانية الكثير وما زالت تقدم. من عمري كله وأنا أعمل في خدمة
الأطفال والنازحين واللاجئين في مختلف دول العالم. واليوم شفت كل اللي عملته صغير أمام جهود الدكاترة وما يعملون الأطفال. وتبقى الموسيقى، تبقى الموسيقى المدعمة بشكل رصين بالثقافة هي التي تستطيع أن تكون ذاكرة إلى العالم، إلى أمله وإلى وجعه وإلى حبه وأمنياته. آمنت بأن الموهبة لا تكفي، آمنت أن الموهبة يجب أن تدعم بثقافة رصينة حقيقية. واليوم تكريم تضعني في مكان إيماني، أردت أن أصنع من الموسيقى كل الجمال اللي ممكن أن يعزز وجوده في أرواح البشر في كل مكان. وأتمنى أن أكون وفقت في هذا الشيء، في أن أجعل الموسيقى رسالة سلام ورسالة تسامح، وأن تلغي الأشياء السلبية اللي يكتسبها الإنسان من مجتمعه. أشكر تكريم على هذه الفرصة اللي جمعتني برموز مهمة في مختلف مجالات الحياة، وأشكر أبوظبي على دورها في خصوصاً في هذه السنوات، أصبحت مثال في كل المجالات وسباقة بشكل حقيقي في الفنون. وأهنئ أبوظبي على اختيارها عاصمة الموسيقى من قبل اليونسكو، كوني سفير لليونسكو هذا شيء مهم جداً. ولدينا إن شاء الله مبادرات قريبة جداً. أود أن أطلعكم على مبادرة واحدة أطلقتها من فترة بسيطة، وهي التعليم أولاً. هذه المبادرة ستنطلق خلال هذه الأيام في العراق لإعادة بناء المدارس المهدمة ومدارس الطين ومدارس. إحنا في أغنى بلد بالعالم، ولكن عندنا تراجع حصل نتيجة هذه السنوات الأخيرة. نحاول أن نعيد بناء التعليم، كون هذا هو الركيزة الأساسية للمستقبل. وإن شاء الله بوجود هذه المشاريع الطيبة اليوم أعطتني دفعة قوية أن أواصل طريقي في أن تصبح مبادرة التعليم أولاً هي المبادرة الأساسية بالفترة القادمة. شكراً. ربما بين الألم والقلق حرف واحد، ولا أعرف في الحقيقة شخص يستطيع أن يمزج بينهما مثل نصير شمة، وأن يترجمهما إبداعاً. مزيج عجيب، هو يترجمه إبداعاً ليس فقط بالألحان وإنما بالكلمات أيضاً. هنيئاً نصير وشكراً. ونبقى في إطار الثقافة لنستمع إلى مقطوعة موسيقية من الفيلم الرائع سينما باراديسو مع الفرقة الموسيقية بقيادة إيليو كلاسي.
جزيلاً إليو كلاسي، وشكراً للفرقة الرائعة. في الواقع وجودكم يضيف سحر على هذه الليلة. شكراً جزيلاً. شكراً. إذن من المجمع الثقافي في أبوظبي وأمام ضيوفنا العرب نتابع حفل توزيع جوائز مؤسسة تكريم في الدورة 12. يسرني الآن أن أدعو المهندسة المعمارية ريا العاني ورجل الأعمال سليم الزير للتفضل. مساء الخير. مر على منبر تكريم في دورات سابقة نساء رائدات، كل منهن علامة فارقة في حاضرنا وفي عالم ازدادت فيه نسبة التعاسة بحسب آخر تقرير غالوب وتضاءلت الدهشة. لكن من لا تدهشه الدكتورة المهندسة المتعددة الاختصاصات، وقد تم تصنيفها من ضمن أذكى 30 شخصية على مستوى العالم، حائزة على امتياز حرية لندن المرموقة، من أهم العلماء في مجال الرياضيات الكمومية أو ما يعرف كوانتوم ماثيماتكس. وماذا بعد؟ التقرير الذي نشاهده يقدم صورة أشمل. منذ طفولتي وأنا شغوفة بالكون وما وراء الكون، شغوفة باللامعقول، شغوفة بالإعجاز، شغوفة بفك شفرة المستحيل. إيماني أن المستحيل وجهة نظر، كإيماني أن السماء ليست هي الحدود، لأن هناك كون شاسع ممتد عجزنا بكامل حلتنا العلمية أن نسبر أغواره. صمتت كثيراً، ولكن عزيمتي وشغفي وأصراري كسرت قيود التوحد. لم أكن أعرف ما هو، وتعلمت أن الجهل في بعض المواطن نعمة، وتعلمت أيضاً أن للصمت صوت مدوي. نسقط كي ننهض، وننهزم لنصنع نصراً أروع. تعلمت أن أصارع التحدي بالإصرار، فالأحلام ليست ما نراه نحن نيام، ولكنها ما لا نستطيع النوم من أجله. نحن نتاج تأطير فكري، أننا لكي ننجح يجب أن نثير إعجاب الآخرين بإنجازات كبيرة وجوائز عديدة، ولكن النجاح الحقيقي يكمن بنجاحنا في أبسط الأمور، كأن نكون مثلاً أبناء صالحين. الميدان هو الميزان، والأفعال أقوى أثراً من الأقوال. أن تعمل بصمت أفضل بكثير أن يكون الصمت عملك. فخورة بعروبتي وهويتي وتاريخي، فنحن كعرب صنعنا عصر ذهبي لابد له أن يعود من جديد. أبي، سأظل أحاورك بالدعاء لأرسم ابتسامتك وأنت في السماء. أمي، جنتي، أحبك. أختي، شكراً. وطني، أعتز بانتمائي لك. جائزة المرأة العربية الرائدة لهذه الدورة تمنح لشخصية لامعة بعلمها، بذكائها، بعملها، بنشاطها، بتألقها، البروفيسورة مناهل ثابت. سعيدة جداً بتكريم اليوم
بالذات الإمارات العربية المتحدة الحبيبة التي عشت فيها وتعلمت منها الكثير، ولها وقادتها وأهلها في قلبي عظيم المكانة. فوزي اليوم له طعم خاص، ليس فقط لأنه قادم من تكريم المؤسسة التي حافل تاريخها بتكريم الشخصيات العربية، ولكنه بالنسبة لي يوم التكريم الأعظم، لأنه أول تكريم تشرفني فيه والدتي الكريمة. شكراً ماما. أبارك لجميع الفائزين والمكرمين، وأبارك لمؤسسة التكريم هذا التألق، واسمحوا لي أن أهدي هذه الجائزة لوالدتي الكريمة. كل التحية وألف مبروك. أثبتتِ سيدتي، أثبتتما أنكما نساء رائدات وملهمات، ونحن جميعاً فرحون بوجودكم معنا وبفوزكم معنا وبفوز كل الحاضرين اليوم. ننتقل دون ما تأخير إلى جائزة التنمية البيئية المستدامة، والتي ستمدح أيضاً لفائزين. الفائز الأول من تقديم السيدة رنا وزان والمعماري طارق خياط، وهو من طلاب المعمارية زها حديد. مساء الخير للجميع. أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأرحب بضيوف تكريم في حاضرة التعايش وحاضنة الإبداع في مدينة أبوظبي. قبل أن أقف على هذا المنبر، أجريت فرضاً بحثياً عن موضوع الاستدامة البيئية، ووجدت أن الاستدامة هي القدرة على تحسين نوعية حياة الإنسان أثناء عيشه ضمن القدرة الاستيعابية للأنظمة البيئية الداعمة للأرض. والأهم من النظرية هو الأهداف التي تلبي الاحتياجات المجتمعية. طبيعي أن يتطور مفهوم الاستدامة مع تقدم العلم والبحث الدائم عن الطاقات البديلة. وفي عالمنا العربي هناك شركات استشارية على قدر عال من المسؤولية ومن الاحتراف، وتقدم خدمات في مجالات كثيرة، وإليكم هذا التقرير الذي يضيء على شركة رائدة. لقد أنجزنا الكثير، ساهمنا في توجيه العديد من المشاريع البحرية والصناعية، كما سلطنا الضوء على الأماكن الحساسة أو المهمة بيئياً والتي يجب الحفاظ عليها في البحرين، وكان حصيلة ذلك إنشاء علاقات وطنية مبنية على الثقة والاحترام، ولم ألتمس أي عائق في مسيرتي المهنية كوني امرأة، والحمد لله. البيئة ليست مفهوم منفصل عن المجتمع، وإنما هو جزء لا يتجزأ منه، وأن مشاكل البيئة مرتبطة بغيرها من المشاكل الصحية، الاقتصادية، الاجتماعية، غياب الوعي والتوعية بالقضايا البيئية المهمة مثل تغير المناخ، عدم وجود البنية التحتية التي تدعم مثلاً تدوير المخلفات وإعادة الاستفادة منها. في 2011 كلفت شركتنا بتوفير 2600 شعبة مرجانية لمناطق مختلفة في البحرين. شركة ريف العربية مختصة في تصميم وإنشاء وتوزيع الشعب المرجانية الاصطناعية لإحياء البيئة البحرية. شركة إيكو أرابيا مختصة في السياحة البيئية، تهدف إلى توعية السواح وطلبة المدارس والجامعات، جيل الشباب الحالي أكثر وعياً بالقضايا البيئية وتأثيراً. رسالتي لهم أن الإيمان بالقضايا البيئية والشغف بحمايتها هو سر النجاح. مساء
الخير قدير كريم. جائزة التنمية البيئية المستدامة الأولى منحتها لجنة التحكيم إلى مؤسسة Environment Arabia Consultancy Services، وتتسلم الجائزة مؤسستها السيدة هلا الأنجير، فأهلا بها سيدة هلا. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، مساء الخير. شرفني قبول هذا التكريم كأول شركة استشارات بيئية بحرينية. تكريمكم هذا دعم لجهودنا، جهودنا المستمرة في العمل البيئي المرتبط بجميع ركائز الحياة. فكلنا نعرف أننا لم نرث الأرض من أجدادنا، إنما نحن نستعيرها من أحفادنا. أود أن أشكر مؤسسة تكريم ومنسقي هذا الحفل الرائع، وأهنئ إخواني وأخواتي المكرمين هذا المساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً لك. من البحرين إلى سائر الخليج والشرق الأوسط، نجاح عابر للدول. مبروك لـ Environment Arabia Consultancy Services ولك السيدة هلا الأنجير. وإلى الجائزة الثانية الآن مع العضو في مجلس تكريم التحكيمي رنا إدريس والإعلامية مينا العريبي. خير. إن البلد الذي يتفوق في ميادين المعرفة والعلم يحجز لنفسه موقعاً متقدماً بين الدول التي تقود العالم، والبلد الذي يشرع أفاق العلم لأبنائه ويعزز فرص نجاحهم، فإنه في الوقت نفسه يشرع أمامهم فرص الوصول إلى مواقع متقدمة في المؤسسات الدولية الكبرى. وبين مواطني الإمارات سيدات ترفع لهن القبعات لدورهن كقائدات شابات متميزات في مجال اختصاصهن وقدرتهن على إدارة مشاريع ورسم خطط بيئية للسنوات المقبلة. وفي هذا التقرير نتعرف إلى سيدة استثنائية قبل صعودها إلى المنصة. نحن نفقد الطبيعة والكائنات حيث يصل معدل الانقراض إلى 10,000 نوع من الحيوانات والنباتات سنوياً. نحن في دولة الإمارات محظوظين بالعمل في ظل قيادة رشيدة تؤمن بأهمية المحافظة على البيئة، وأشعر بالفخر ونرى الإنجازات في مجالات عديدة مثل تأسيس قوانين بيئية قوية وصارمة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مضاعفة مساحة المحميات البحرية والبرية. كذلك موقفنا من التغير المناخي من خلال التزامنا بالوصول إلى ما يقارب النصف من احتياجاتنا من الطاقة بحلول عام 2050 من الطاقة المتجددة. وفي الشباب نرى أسلوب عمل مبتكر، ومن هذا المنطلق تمكن صندوق محمد بن زايد للطبيعة من دعم أكثر من 2500 مشروع في أكثر من 160 دولة منذ تأسيسه. يجب على الاتحاد أن يركز على صميم عمله، لأن اليوم قضية فقدان الطبيعة ومحركات المناخ لا تتجزأ من أولويات الأجندة العالمية. صراحة لا أذكر أنه مضى علي أي وقت في حياتي لم أشعر بحب الطبيعة. في تدهور البيئة تحدي وجودي لإرثنا وهويتنا. في مناطق كثيرة في العالم، لا سيما في المجتمعات الريفية،
تعتبر النساء من بين أول من عانى من الآثار المدمرة الناجمة عن تغير المناخ. لذلك نحرص أن يكون النساء والشباب والشعوب الأصيلة صوتاً متساوياً في صنع القرارات التي تتعلق بالاستخدام المستدام للأراضي والمياه والموارد الطبيعية، فإن مصير الطبيعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصيرنا وازدهارنا. الطبيعة الخضراء ثروة واجب علينا الحفاظ عليها وتعزيزها. واسمحوا لي للتنويه بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها قبل فترة وجيزة، وتستعد مصر لاستضافة قمة كوب 27 ومن ثم دولة الإمارات لكوب 28. وبكل اعتزاز وفخر أدعو رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة رزان خليفة المبارك لتسلم جائزة تنمية البيئة المستدامة. خير جميعاً، ببالغ الاعتزاز وببالغ الفخر أتشرف بقبول هذه الجائزة القيمة بالنيابة عن دولتي وقيادتها الرشيدة وزملائي وعائلتي وأصدقائي الذين أدين لهم رحلتي، وأيضاً عن الطبيعة مصدر إلهامنا ومنبعنا الوجداني، والتي علمتني أن في التنوع معنى المرونة والمثابرة والجمال. أريد أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة وأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة تكريم ومجلس إدارتها على ثقتها في منحي هذه الجائزة، والتي ستحفزني في مواصلة الدفاع عن الطبيعة معكم وبدعمكم، وشكراً. هنيئاً لك رزان خليفة المبارك، وهنيئاً للطبيعة التي جند لها أمثالك للدفاع عنها. مسيرتك المهنية والأكاديمية مدعاة فخر لبلدك ولنا جميعاً. الآن نتابع موسيقى، خليط من الموسيقى من فرقتنا الجميلة هنا. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك، في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك. هل أرى سالما منعما وغانما
قلبك راجع هيلا 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 يا واسع هيلا 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 مركبك راجع هيلا 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 بسمتك ليلى عبستك ليلى هيلا 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 يا واسع هيلا هيلا طعنا على الضوء طعنا على الريح طعنا على الشمس طعنا على الحريه يا حريه يا زهرة غريب يا طفل وحشي على العالي هدوء بالحالي على العالي صرخوا على العالي على العالي اركضوا بالحالي على العالي قولوا للحرية نحن جينا وفرحوا فرحوا جزيلاً مرة أخرى. إذن من على مسرح المجمع الثقافي أسماء تضيء، أسماء ترسم معالم المستقبل، أسماء تبني مؤسسات، وأسماء تؤسس لمجتمع الفرص والعدالة والتضامن الإنساني. الآن إلى جائزة القيادة البارزة للأعمال. سنتابع من يقدم هذه الجائزة مع السيدة دانيا الحفار والسيد شوان إبراهيم طه يتفضلان. مرحبا. دائما يستوقفني البعد الإنساني في مسيرة كل شخص، وخاصة إذا كان هؤلاء الأشخاص من رواد الأعمال أو نجوم، سواء النجوم فن، رياضة، ثقافة. كنا نعرف أنه النجاح فاني في أي مجال كان إذا اقتصر على بناء صروح وزيادة رؤوس أموال، وإن لم يقترن ذلك بأعمال إنسانية خيرية وأخلاقية. القيادة البارزة للأعمال تمنح لشخصية بنت إمبراطورية، ولكن لم تنسى من أين أتت وسعت لتقويم الصلات الحضارية وتعزيز ثقافة الحوار. خليني أشوف الفيلم. واحد لازم يخدم العالم ويعمل منيح على الدنيا. المهم مش كم قرش حطيت بجيبته، المهم بالآخر قديش أثرت بحياتك لهالعالم اللي حواليك.
والدي الله يرحمه كان دائما يقول لي انتوا 5 اولاد وسيسي هي الولد السادس. كان عنده الموتو دائما سيسي از فاميلي كومباني، الانتماء المضبوط للشركه، اونستي انتجريتي هارد وورك ترانسبيرنسي. هلا اخر سنتين ثلاثه نقلنا مثل العالم كله عم بتغير جرينر انرجي ترانزيشن، مثل جرين امونيا، جرين هيدروجين، سولار باور بلانتس مثلا. اهم شيء لتنجح او انه تشتغل كثير، حط حواليك ناس اشطر واذكى منك، الطاقم اللي معك وذر مانجمنت بورد، diversity of culture, diversity of knowledge. لازم نتقبل انه العالم والشركات والكلاينتس والماركت كله عم بتغير، انت بدك تضلك تفكر كيف انا فيني to maneuver. احنا عندنا مشكلة بكل العالم العربي انه الجامعة والفوكيشنال التريننج بخرجوا عالم ما حدا بوظفهم، مؤسسة education for employment بدربهم وبعدين بتخليهم يقدروا يشتغلوا بالبرايفت سيكتور او بالبابليك سيكتور. حبي لفلسطين ولبنان واحد، الواحد يمكن بده يروح يدرس ويشتغل بس لازم يرجع بلده، نتعلم منهم التكنولوجي، نتعلم منهم العلم، نتعلم منهم R&D ونيجي نطبقه عنا ببلادنا. الوالد لما راح بيت لحم من 20 سنة عمل بيت لحم فاونديشن لينمي السياحة هناك وينمي الكلتشر. part of our corporate social responsibility مش كشركة بس كأشخاص، إنه عم نخدم أهلنا وبلادنا ووطننا العربي أجمل. جائزة القيادة البارزة للأعمال تمنح لشخص برز في قيادة الشركات والأعمال، لرجل الإنشاءات والمقاولات الكبرى والهندسة، رجل الأعمال الفلسطيني السيد سامر خوري. بما أنه السيد خوري ما قدر يكون معنا اليوم لأسباب طارئة، بيمثله اليوم وبيستلم الجائزة عنه السيد رمزي برغوت مدير عام شركة اتحاد المقاولين في الإمارات. مساء الخير جميعاً، بشرفني أسلم هاي الجائزة نيابة عن المعلم سامر خوري اللي بتأسف ما بيقدرش يكون بين الحضور اليوم. بشكر دولة الإمارات العربية على استضافة هذا الحفل الرائع وبشكر مؤسسة تكريم. شكراً. شكراً لك. طبعاً تحية للمهندس المبدع سامر خوري، كنا نتمنى طبعاً أن يكون معنا صاحب الأيدي البيضاء أو الأيادي البيضاء في مشاريع خيرية كثيرة، وشكر جزيل لممثليه في هذا الحفل السيد رمزي برغوت. الآن إلى جائزة الإبداع العلمي والتكنولوجي، تذهب هذه الدورة إلى سيدة لها إسهامات علمية. لن أستبق الأمور، سأدعو المهندس طارق الغصين وسيدة منى الحسيني ليتفضلا. مساء الخير. سئل يوما مثقف عربي كبير: أين تكمن عظمة الدول؟ بثرواتها الطبيعية أو بسياستها الخارجية أو ترسانتها العسكرية؟ صمت وأجاب: بل بمراكز أبحاثها. وإذا كان العالم العربي تنقصه المراكز البحثية فبالتأكيد لا ينقصه العلماء والمبدعون في مجالات الطب والفيزياء والمنتشرون أيضاً في أكبر الجامعات والمستشفيات. ومؤسسة تكريم ولجنتها التحكيمية تجد كل دورة أنها أمام امتحان دقيق لاختيار من يستحق جوائزها.
خصوصا في مجال الإبداع العلمي والتكنولوجي. وفي كل دورة نضيء على اسم له شأن كبير، فلنتابع معا هذا التقرير. أنا بقدر وبعرف أتعامل مع كل الحضارات اللي بمر فيها، وهاي عملت الشخصية اللي أنا بتمتع فيها هلأ. محظوظة لأني تركت مهنة كتير ناجحة بالأردن، لأنه أهلي كمان أعطوني كل الدعم لحتى أهاجر 14,000 كيلومتر بعيد عن الأردن حتى أبدي حياتي. رحت لمجال الأبحاث العلمية حتى نقدم اختراعات ممكن تفيد المريض تخفف أوجاعه. إذا أنت مريض صار عندك مشكلة وراح منك العظم، هذه ممكن تصير إذا الواحد عنده مرض مثل السرطان أو التهاب اللي بأكل العظم، أو حادث بالمستشفيات بيستعملوا مادة المعدن. هلا مادة المعدن ما بتساعد الجسم لحتى يبني العظم. المادة اللي عملناها هي عبارة عن سيراميك بتكون من كالسيوم. كالسيوم هذا مهم بالعظم. شو عملنا إحنا؟ خلطنا مع هاي المادة مواد بنعرف إنها مهمة لبناية العظم، مثل المغنيسيوم والزنك، ولاحظنا إنه بعد سنة العظم كله تكون والمادة عم تختفي. ليالي طويلة وساعات طويلة بالمختبر لقدرنا نوصل لهاي المادة. لهلا في عنا 9 براءات علمية. أنا تفوقي مش لحالي، هذا تفوق جماعي، كل الخبرات اللي اشتغلت معي، وهذا بضل فخر لإلي لأبد الآبدين. نشتغل مع بعض ونربي الجيل الثاني. أستاذة الهندسة الطبية الحيوية والطب التجديدي في جامعة سيدني البروفيسور هالة زريقاط تنال جائزة الإبداع العلمي والتكنولوجي. ألف مبروك للمكرمين اليوم، اللي الشرف أكون بينكم كلكم. لشركة لمؤسسة تكريم كل الشكر كل الاعتزاز لهالمبادرة النبيلة اللي كلنا منعتز فيها. وصولي لهاي المرحلة كان مهم جدا للأهل إنه يدعموني، وأنا صار عندي كل الدعم وكل التشجيع من الأهل اللي قبل 30 سنة عملوا قرار، أصعب قرار بحياتهم، يخلوا بنتهم الوحيدة تروح على أستراليا حتى تحقق حلمها. هذا الهدف، هذا التشجيع تكمل من أخي لغاية اليوم. حلمي وأمنيتي إنه كل الشباب الصغار بالدول العربية يجي لهم كل الدعم وكل التكريم لحتى كل الأبحاث، لحتى كل الإنجازات اللي بيعملوها تعود عوائدها للوطن الأم، للوطن العربي، لذخر الدول العربية. شكراً. شكراً. أرجو أن تكون معنا. طبعاً ألف مبروك، تحية لك وتحية لأهلك الذين دعموك وخلوك تروح أستراليا. إحنا سعداء أنه خلوك تروح أستراليا. شكرا جزيلا. أدعو الآن كل الفائزين الليلة لأخذ صورة تذكارية حتى تبقى هذه الأمسية في ذاكرتنا جميعا. أدعو كل الفائزين للتفضل على المسرح.
وشكراً لكم حضورنا الكرام، شكراً على المساهمة في هذا الحفل، بوجودكم جعلتموه مميزاً، وإلى لقاء آخر بإذن الله في مدينة عربية جديدة. شكراً وفي أمان الله.